اصطدام مرعب بسرعة 95 كيلومتر في الساعة للمتسابقة فاليري جرينير. وبالأمس فازت فاليري بالميدالية البرونزية في المنحدرات في كأس العالم في كورتينا، وتمتد مواهب فاليري جرينير كمتزلجة إلى ما هو أبعد من ذلك. وظهرت اللاعبة البالغة من العمر 27 عام يوم الجمعة في سباق التزلج على المنحدرات للسيدات في كأس العالم في كأس كورتينا للتزلج في جبال الألب في إيطاليا، وفازت بميدالية برونزية بتعادل تاريخي مع النمساوية كريستينا أجير والإيطالية صوفيا جويا. والحد هنا يكون الفيديو خلص. إلى لقاء فيديو جديد وخبر جديد.